السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا احبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى على 8 رؤى إذا رأيتها في المنام فهي تدل على قضاء حوائج صعبة. من أول هذه الرؤى يا احبابنا الكرام هو عبور البحر، والبحر في الرؤية دنيا، وأن الإنسان يسبح فيها، يسبح في هذه الدنيا. فمن رأى في المنام أنه يعبر البحر دل ذلك على أنه يصل إلى أمور صعبة، أو تتحقق له أشياء صعبة، أو تقضى له حوائج صعبة. كذلك عبور الطريق، عبور الطريق في الرؤيا دليل على أنه يمر من مرحلة صعبة وتتحقق له أشياء صعبة كان يتمناها. كذلك من الرؤى عبور الجسر أو الكوبري، فهو يدل أيضا على عبور مرحلة حياتية مهمة وبلوغ أشياء كان يتمناها هي في نظره صعبة. كذلك عبور السكة الحديد، فهو دليل أيضا على عبور مرحلة حياتية طويلة مهمة جدا في حياة الرائي. كذلك الصعود على السطح، على السطح دليل على أنه ينال أمنيات صعبة وتتحقق له أشياء صعبة. كذلك صعود الدرج، صعود الدرج، فصعود الدرج في الرؤية يدل على علو شأن الرائي في الدنيا وأنه تتحقق له أشياء كان يتمناها. ومن ذلك أيضا صعود بالمصعد الأسانسير، فهو يدل في الرؤية على أنه يبلغ الدرجات العلى ويرفع شأنه في الدنيا ولكن أسرع من الدرج. كذلك صعود الجبل في المنام، صعود الجبل المشقة، فعندما يصعد إلى الجبل ويصل إلى منتهاه فهو يصل إلى أمنية صعبة وأشياء صعبة يريد أن يحققها في حياته. ده اللي كان عندنا النهاردة. وعجبكم الفيديو ريت نعمل له لايك، نشارك الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة أتشرف بأنه يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس حتى ويختار منك كل حتى يأتي شعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.